ان شاء الله. خلود انت قلتي الحين مو دورهم، فحسيت من كلامك كأنه ان انت ما تنتمين لهم. لا بالعكس، هذول زميلاتي اي يعني انت تعتبرين نفسك بلوجر. واحبهم بالعكس. يعني انا شنو قاعده اسوي غير عنهم؟ الشيء اللي غير عنهم ان انا الحين دوري برا، ان انت عندك يعني مهنة. وقت وقت الاعلانات او وقت الايفنتات والسفرات وهذه الامور راح نكون كلنا مع بعض ويعني نسوي شغلنا، بس الحين انا كدكتوره هذا واجبي. زين بصراحة خلود، بصراحة لو خيروك بين الطب وعالم السوشيال ميديا تختارين واحد منهم، شنو راح تختارين؟ الاثنين. لا بس يعني اذا لا خيروني خلودتي. صدق يا كذي يا كذي، اكيد الطب. وتخسرين يعني، خلينا نكون واقعيين، اللي قاعد تدخلونه بالسوشيال ميديا اكثر من الطب، انت اللي دخلينه بالسوشيال ميديا اكثر من اللي دخلتي كدكتوره. وسالتني هذا السؤال باول مقابله لي. صح، اول وحده. صح، ابي اشوف افكارك تغيرت، رايك تغير. رايي ما تغير، بس انا دوري انساني ووظيفتي وشهادتي كبيره ومهنتي مهنه انسانيه كبيره. انا عندي اكبر شهاده بالعالم الطب، يعني مو اي شهاده، ما ابي اخسر هذا الشيء. انا حتى لو يعني حتى لو 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 فكرت ان انا اطلع من دوامي، لازم يكون عندي مركز طبي، لازم يكون عندي يعني عيادتي الخاصه، لازم يكون في شيء له علاقه بالطب يخصني. صح، انت كان عندك شهادتي اهملها واصير انسانه عاديه.